بطولة ليست مثل الأخريات، كأس يتطلب رفعها جهدا مضاعفا وحماسا منقطع النظير، كيف لا وهي تحمل الاسم الأغلى. كيف لا وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، فالفوز فيها شرف مصافحة راعي البطولة. رحلة من الإبداع والتألق وأجيال عديدة تعاقبت على هذا الحدث الكبير بدءا من عام 1974 وحتى يومنا هذا. في كل عام يكون الحدث استثنائي، لكنه يمتلك ميزة أخرى هذه المرة بأنها النسخة الأولى بعد عام 50. كأسي رئيس الدولة في كأس 50. كأس رئيس الدولة هي البطولة الوحيدة التي تجمع بين كل أندية الدولة على مختلف مستوياتها، ولأنها تمثل الكثير لذا كتب التاريخ أن أندية درجة أدنى قفزت فوق الجميع وقهرت أندية الدرجة الأولى والممتاز من أجل عيون الكأس الغالية. سلام يا أحلى هذه اللحظة، سليم العربي والكأس لبني آدم. الصراع بين الأندية أزلي، ولكن يبقى شباب الأهلي صاحب اليد العليا بعدد الألقاب البالغة 10، ولا شيء يقف أمام طموح النادي بلقب 11 وثالث على التوالي. وبتاريخه العريق يقف الملك الشرجاوي خلف شباب الأهلي ببصمات 8 مضيئة في سماء الكأس. وعلى صعيد منافسات الدوري هو الأكثر صعودا للمنصات، ولكن في كأس رئيس الدولة يأتي العين ثالثا بسبعة ألقاب. غدا ينطلق صراع جديد بين 16 فريقا من أجل مجد كروي، 14 فريقا من دور أدنوك للمحترفين وفريقي العربي، وحتى دور 16 ودور 8 سيلعب بنظام المتأهل من مباراة واحدة، بينما سيكون التنافس ذهابا وإيابا في دور نصف النهائي. أغلى البطولات تعود من جديد، ومعها ستتعالى صيحات الفرح وستختلط دموع الفرح بدموع الحزن، فمن سيكون العريس في عام 2022؟